حياكم الله ويا اهلا وسهلا فيكم. حلقة جديدة اليوم مع برنامج صغار ستار. عودناكم دائما احنا في اولى فقراتنا نسولف وندردش مع البنات اللي موجودين معانا والاولاد اللي موجودين معانا عن مواضيع الحلقة اللي راح نتكلم دائما في فقرة السواليف، نبدا في موضوع نتناقش احنا وياكم فيه. خلونا قبل ما يعني اليوم نغير الجو شوي واعرف منهم مواضيع حلقتنا اليوم، لان الموضوع هذا مهم كثير. موضوع حلقتنا ايش يا ميرال؟ شيء في البيت. يا سلامتي يا ليندا. مخاطر المنزل. ايش؟ مخاطر المنزل. عن مخاطر المنزل. فاليوم احنا راح نتكلم وياكم ان شاء الله فيه ما شاء الله واحد هنا يلحق الكاميرات ما شاء الله. ناخذ الجايده خلينا نحسب انه ناخذ الجايده ويحسب انه في سوق هذا العاب او يحسب انه في البر. يعني هو عايش جوا فلسطين. بعد يحسب هناك هذيك الخيمه. يحسب الخيمه يدخل جوا. طيب خلونا احنا وياكم ناخذ مشاركاتكم على تويتر اللي حاب يشاركنا في هاشتاج برنامج صغار ستار. اليوم راح نتكلم عن المخاطر اللي تصير عندكم بالبيت. اكيد كلنا يعني لا قدر الله صار عندنا مخاطر وصار عندنا مثلا او صار عندكم مخاطر. يعني اليوم نتكلم عن المخاطر اللي تصير بالبيت، بالمدرسه، الى في اي مكان كان. ناخذ منكم مشاركاتكم على هاشتاج صغار ستار. ونشوف اليوم ونتعرف على الموجودين معانا. راح ابدا مع الاولاد، تفضل يا حبيبي. اسمي عبد الله ماجد الغانم. يا هلا وسهلا حياك الله. ويا محمد الشهراني. ونعم. وانت يا عسل؟ صيب الله بن محمد. يا مرحبا. وانت يا عسل؟ انت محمد عبد الله شداد اسمك. يا هلا والله. وانت ميرال؟ ايه ميرال جات مطري. طيب اليوم احنا راح نتكلم عن ايش؟ عن المخاطر، صح ولا عارف موضوع حلقتنا؟ أيوة. عن ايش يا قلبي؟ المخاطر. يا سلام. ايش اليوم جهز لنا على موضوع حلقتنا؟ اول كذا كنت ماسك الصحن. تكرفعت وانكسر علي رجلي. تكرفعت يعني ما تقول لي شيء اجلس لو سمحت. ما ابغى احد يقول لي شيء في اذني، انا ابغى اسمع هناك. ابغى اسمع هناك. ممنوع احد يقول لي فدني. المشاهدين قالوا لي ولا احد يقول لك، صح ولا لا؟ مشاهدين تابعونا ممنوع احد يقول لي فدني، كلهم يبون يسمعون. تفضلي. ممنوع احد. لا بدنا عندنا. علميني وانت هنا قولي. يلا الولد اليوم معانا حبوبي قالب امها مصارعه خمس مرات. ايه قلبها هنا طال عمركم. ها قلب يا الحبيب. يا حبيب يا قلبي ترينا في برنامج صغار ستار الله يعافيك. تلعب جامبو عندنا مدري جامبو وش ذي تكوندو. تلعب تكوندو كاراتيه مو بعندنا يا حبيبي. تعال تعال سلم سلم تعال سلم سلم سلم. طاهر بالكويت. ايوه تعال اسوي رياضه يمشي له ساعه. طيب اليوم راح اتكلم عبود. انت شو اسمك؟ عبد الله الغامدي. عبد الله الغامدي اليوم قال لكم يا جماعه انا شلت الصينيه وتكرفست. طيب من عنده برضه مجهز على قش الموضوع؟ تفضل ليندا يلا. انا اخوي خلود الصغير. انا خلاص بعد ما دخلت الحمام كنت اتروش. حلو. خليت المويه مفتوحه والباب مفتوح ومسكر اللمبه. حلو. اخوي خلود الصغير راح شاف الباب كذا مفتوح اللمبه ما يدري عن نفسه، كان بس يحبي. حلو طيب. ما يمشي ما يعرف. يا سلام عليك. دخل الحمام وطاح في المسبح وانا تصرفت، يعني لازم اتصرف انا. ايش سويتي؟ رحت شفت اخوي. على طول نطحت عند جيراننا بدون ماما. ماما كانت تدري وانا رحت على طول عند جيراننا لقيت الجرس. ايوه بلون. قلت بسرعه 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 ودي اخوي المستشفى. حلو. من شال اخوك من المسبح؟ جيراننا يعني. نزلوا في المسبح؟ لا مسبح بانيو. ايوه بس كان كذا. وغرق في البانيو اخوك؟ شلون غرق؟ غرق كذا كان مسدف ما يعرف شيء اصلا، يحبي يحبي لين ما وصل ويتشقلب طاح في المسبح. طيب ايش تصرفت؟ قلتي رحت دقيت على الجيران صح؟ دقيت على الجيران قلت بسرعه ودي اخوي المستشفى بسرعه وينطلقون ياخذون اخوي ودون المستشفى. بعدين؟ وانا أنا طلعت فوق عنده. عقب بسرعة بسرعة ما تيجي هذا. متى يرجع؟ حتى عبودي كان في المدرسة كان يمشي في الطابور، كان بالتمهيدي. أيوة. كان يمشي في الطابور وكان هذا الدرج خلاص؟ وجاء طاح وفتح هنا فتحة كبيرة. وأنا ما أدري في المدرسة وما أدري وين ربي حاطني هنا معهم كذا بس أنا أذكر الأستاذة. وهم خذوا ودوا المستشفى وماما جت، واخر شيء يوم رجعت البيت لقيت اخوي عبودي
بغيت انضم قلت ليش طلعتوه وخلودي نفس الشيء بس طاح من عند الدولاب. هذه مخاطر اللي تصير يعني اليوم احنا نسمع مخاطري وانت يا عائشة يلا تفضل. اول كنت قاعدة في المجلس كنت اصور سناب الا شوي سمعت صوت قوي مرة قمت رحت سألت اخواني قلت مين سمع هذا الصوت؟ قام كلنا قالوا حنا سمعنا الا شوي اخوي دخل قال اشم ريحة حرق. ذا الا شوي ذا كان في عندنا لابتوب كبير كان وراه في اسلاك شفر الاسلاك كان من حرقة كلها طلع نار. وصار في حريقة يعني بالبيت ولا ايش؟ لا مو بحريقة يعني انحرقت الاسلاك. ايش سويتوا طيب انتوا؟ كيف تصرفتوا؟ اخوي قام شال الاشياء اللي عندها حلو. وفصل الافياش ماشي وبس ما ادري كيف. يا سلام وانت يا حبيبي. كنت نازل من على الدرج كنت في الدور الثاني نازل تحت في الدور الاول وانا نازل كنت مسرع وتعكرفت وطحت شقلبت على الدرج انغميت كذا شوي قمت سله وانا في الصاله. ايوه امي كذا حاطه لي شو اسمه منشفه فيها مويه قعدت كذا الين سلمت وخلاص راح بس ما دخت ما حسيت بدوخه ما حسيت شيء شوي ولا صحيت شميت ريحه الفقس يا ابوي. ودي عسل يلا. انا ما صار لي موقف لكن بقول مثل. يلا قولي. مثلا لو في يعني بنت منكم يعني هي ماسكه الصحن صينيه تودي العمانه وكان عندهم ضيوف يعني ما قاعد تروح ودي الشاي على وانكب يعني على اخوها وروح يعني احترق اخوها واحترق البيت يعني لا تلمسون الاشياء هذه الخطيره. انا بقول معك طيب كيف نحمي انفسنا احنا اليوم أنا لما نتكلم عن المخاطر صح؟ ايه وانه في مخاطر كثيره كيف نحمي انفسنا احنا؟ يلا اذا كان يعني في يعني نار في البيت دفاع المدني حلو اذا كان في يعني احد يعني ميت يعني يصنع علينا اذا كان في احد ميت يعني هذا يدقون على هذا اسعاف لا الاسعاف لا الدفاع المدني لا استنوا خلينا الدفاع المدني عشان يدقوا على مين؟ يدقوا على الاسعاف يدشون على المويه يلا قوم يلا قوم يدقوا على البلديه صح تشيله تشيله على الاسعاف اقول لك طيب طيب وانت يا المخاطر وانت جالسه يلا المخاطر النار اذا شفنا نار لازم ندق على الدفاع المدني واذا شفنا يعني مثلا ايوه احنا نبغى شيء نحمي انفسنا كيف اي طيب انا اتكلم يعني ما انا ما انصحكم ان تدخلون تخلون اخوانكم الصغار او اللي قدنا عاد يدخل المطبخ في اشياء خطيره زي الغاز والنار والفرن ايش بعد؟ والسكينه في يمكن في ثلاجة خلاص طيب وانت يلا تفضل الثلاجة يمكن يسكر علي الطنق او الباب يسكرون على يدي تنقطع كل تنقطع طيب ايش استفدتي انت الحين من القصص اللي صارت لك؟ في الحين ما شاء الله قصيتي لي 60,000 قصة من المواقف اللي صارت لك، وش استفدتي طيب بعدين من هذه القصص؟ انا مسكت شفت اخوي هذاك ينطح هنا حلو خلودي يعني استفدت انك تعالجين احد خلودي عنده مرتين طاح المز بالباني ورحت عند الجيران زي ما قلت لك لا انا اقصد انت ايش استفدتي مثلا ما شاء اليوم صار لك مواقف كثيره ايش استفدتي؟ إيه تعلمتي درس تعلمت درس قلت والله لا اقعد معهم بابا روح جيب لي ايه شغاله خليهم جميعهم ماني قاعده انا اناظرهم انا عندي دروس عندي شغل ابي اناظر التلفزيون ابي اقعد على ايباد ابي اقعد اي شيء بسرعه راح يجيب لي شغاله ويبغى يجيب لي 24 معاهم ساعه 24 ساعه معاهم ما شاء الله يعني انت بس همك تشوفي التلفزيون والايباد وبس لا بعد شوي اكل فواكه طيب وانت يا حبيبتي يلا بقول نصيحه لك يلا قولي ذا اذا جيتي يعني تنامون لا تتركون يعني الافياش مشبوكه يعني افصلوها او طفوا الانوار طفوا يعني الاشياء اللي في البيت عشان يمكن
تقومون تلاقون ريحة حريق زي كذا، فطفوها قبل ما تنامون. خلينا نشوف الايباد بس، يلا تفضل. انا عادي ما يهمني، اشبك الايباد واروح انام عادي. طيب يلا تفضل يا حبيبي. عني انا نصيحة، يعني لا تشيلون شيء اثقل منكم، ولا اذا قدكم نازلين من شيء لا تسرعون، يعني مثل ما قالوا، في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. ما شاء الله عليك يا حبيبي. وانت يا عبود؟ انا نجتنب المخاطر. حلو، وزي مثلا كيف انا اعرف انا اجتنب المخاطر؟ مثلا اذا جيت اركض في الدرج ما اركض بسرعة، امشي بشوي شوي، مثلا اجي اشيل شيء انتبه عشان ما يطيح. ما شاء الله. حلو، ايش كمان؟ واذا مثلا في حريقة اروح على جنب ودق على الإسعاف المدني. طيب كيف الدفاع المدني؟ كيف طيب نحمي الأطفال؟ كيف نحميهم من المخاطر؟ كيف؟ يعني احنا عشان نحمي الأطفال من المخاطر شو نسوي؟ لا مو بنجيب شغالة. لا ممكن في ننتبه لهم. يا سلام، ننبههم. ايش كمان؟ ننتبه لهم. أيوة. أنا أقول ما يفهم، أقول لا، يقول طيب خلاص هو صغير أصلاً ليش يفهم؟ أقول أقول مثلاً لا تطب في النار، يطب لازم. أمي وهي نايمة أنا أدخل وأولع الفرن وأطبخ. يا سلام. وأنت يا ميرال يلا قولي. يعني أنا بقول مو موقف هذا، أنا بقول إن قد مرة أنا كذا ما انتبهت كذا ذكرت الباب على يدي. حلو. فقعد يدي أحمر. شكراً. طيب اليوم احنا كنا تعرفنا على ايش؟ المخاطر، ويمكن صار عندكم اكثر من وحده وواحد موجود معانا اليوم، مخاطر كثيره بالبيت صح؟ انا عندي وتجنبتوا هذه المخاطر، او مثلا صارت لكم لا قدر الله مخاطر كثيره، فانتم الواجب عليكم اول شيء انه احنا نعرف انه الهلال الاحمر ايش يسوي؟ للاسعافات صح؟ لما يكون عندكم تفضلي. انا قبل شوي لما كنت قاعده اقول هذا ان هذا يعني صار حادث اسمه الهلال الاحمر. الهلال الاحمر. يا سلام. برضو احنا نتكلم عن الهلال الاحمر لما يصير عندنا حالات اسعافيه صح؟ حالات او مريض او ايا كان صح؟ او حوادث لا قدر الله. مثلا صار عندنا او صار عندكم مشكله في حريق او لا قدر الله، شو تسوون؟ في الدفاع المدني صح؟ يا سلام عليكم. دائما نحاول ننبه الاطفال، كيف نحمي اطفالنا احنا من المخاطر؟ ننبههم، نقول لهم هذا الشيء خطا، نبدا احنا وياهم. ما يسمعون الكلام. إذا ما سمعوا الكلام يسمعون. ما يسمع الكلام، كل ما قال له شيء يعاند ويسوي. طيب إيه عادي اليوم ما يسمع، بكره يسمع، كل مره تنبهونه تحطون حاجه معينه مثلا. انا مثل انبهه كثير ما يسمع. ولا يسمع كلام. ما ادري ما بحط كاميرات. لا اقول طيب بعدين. لا اختي مثلا تستشفر شعرها بالليس. ايه؟ يجي هو وهي ما تنتبه يمسكه. ثلاث مرات صار. ويبكي. ايه. بس ما تنتفخ يده. ودائما يبكي لما يمسكه؟ ثلاث مرات. ولا تاب من ال لا. ما يحس طبعا الاطفال دائما ما يحسون ولا يمكن ايه. تفضلي يا ميرال. طبعا الكبار يحسون. ايش رايك يعني تمسكين الليس ما تحسين فيه يعني؟ لا انا الليس حقنا يعني مع الدفايه حقتنا احط يدي هنا بعد احط يدي من امسك عود هذا ما يحترق ولا شيء. الليس 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 اقصد الليس، تعرفين الليس؟ ايه. وش الليس؟ ليس في بعض الناس صغير في بعض الكبير. وشو طيب هذا؟ ليس تنسين شعرك تنسين. ايوه صح. هذا استشوار ما يسمونه. اي صح. ايه الليس والاستشوار. ليس ليس. اذا خلصت يعني منه يعني ترى وش لو خلصتي الحين تستشورين شعرك. انت دائما تستشورين شعرك؟ اي بعد اي اذا خلصت الوش. عشان تقولي بعد الحمام. يصير حلو. بقول لك شيء. يلا قولي. طبعا البنات لما يكونون في البيت عادي يستشورون شعرهم ويسوون اي شيء، لكن اذا مكياج واستشوار ومناكير. لا مكياج الناس شعرهم كذب بدون شيء. شوف عيونهم فقع بعد مناكير ازرق. لا بنفسجي المشكلة ما راحت، كل يوم نحط منكير تروح منكير الباقية، وهذه ما راحت. انا ما في شيء. طيب يعطيكم العافية، خلونا نروح الفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل.